لازلنا بنقول ان القطاع العقاري في مصر هو من القطاعات المهمة جدا، من القطاعات اللي في الفترة الأخيرة محققة نجاحات كبيرة جدا على الأرض، من القطاعات اللي المصريين بيحبوا يتعاملوا معاها مرة تانية وتالتة ورابعة. بكرر نفس الكلام لأن هو ده اللي بيحصل على أرض الواقع. المصري من زمان جدا، من يعني مرحلة ما قبل التاريخ، يحب يشتري قطعة أرض، يحب يشتري بيت، يحب يشتري شقة، يحب يشتري مكان يبقى بتاعه، سواء هيعيش فيه أو هيستثمر فيه، لأن احنا دايما بنعتبر ان في العقار ملاذ آمن، ان في العقار مخزون قيمة زي ده. تعالوا نتكلم النهاردة عن شركة من الشركات الناجحة واللي كنا ابتدينا معاهم حلقة قبل كده، وهي جبال، واللي مشروعهم رؤية ورسالة ورحلة نجاح. عندهم مشروعات في التجمع الخامس، عندهم مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، كلها نتكلم عنها. لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي نورنا، الباشمهندس محمد عبد العظيم، مدير مشاريع مجموعة جي دي هولدنج. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورنا. نورك، الله يكرمك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. في البداية حابين نعرف بس من حضرتك العلاقة ما بين هولدنج جي دي وجبال في التطوير. طيب، هي شركة جبال بدأت من حوالي 12 سنة في السوق المصري. تمام. وكانت بدأت في منطقة الدقي والمهندسين ككونستراكشن، وبعد كده انتقلت الأعمال بتاعتها كلها لمنطقة التجمع الخامس، بداية من منطقة الأندلس ومنطقة النرجس ومنطقة بيت الوطن. تمام. خلال الفترة الكبيرة دي بقى عندها حوالي 42 أرض في منطقة التجمع الخامس، وده خلاها تكسب شراكات دولية، فتعاقدت مع شركة أبراج أبو ظبي الدولية وعملوا جي دي هولدنج، وبقت شركة جبال هي شركة مملوكة لشركة جي دي هولدنج اللي هي الشركة الأم بتاعت الموضوع ده، وشركات تانية أخرى كمان غير شركة جبال. فبقى جي دي هولدنج هي شركة الأم وشركة جبال شركة تابعة ليها. لازال في طبعا احنا الرقم الشركه والهوت لاين موجود طول الوقت على الشاشه، اللي حب يتصل بيه الشركه هيلاقي حد بيرد عليه وحد بيجاوب على استفساراته. بقى عندكم كم متر؟ طب بكام؟ الحاجات دي كلها تلاقيها، هتلاقوها موجوده. لكن عايز برضو اكلم حضرتك على التجمع الخامس. لازال عندنا اماكن في الاندلس وفي النرجس وفي بيت الوطن. طبعا في الثلاث اماكن يعني. طبعا. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا حصيله الاراضي عندنا 42 ارض، ده رقم كبير بالنسبه للتجمع الخامس لشركه واحده مالكه الاراضي دي كلها. بالنسبه لمنطقه الاندلس، احنا الاندلس احنا عندنا فيها في الاندلس القديمه والاندلس الجديده. 70% او 80% من الاندلس تعتبر بتتسلم خلاص، حتى المرافق بتاعتها دخلت وعدادات الكهرباء كانت لسه بتركب من 3 ايام. منطقه النرجس دي اللي بنبتدي فيها دلوقتي، ومنطقه بيت الوطن النص الثاني من 22 هنبتدي الحفر فيها. فلسه طبعا في اماكن كويسه جدا. تمام. طيب انا عايز اسال حضرتك قبل ما نتكلم عن كل مشروع بشكل لوحده، ايه اللي بيميز مشروعاتكم؟ والله ده سؤال حلو جدا، والسؤال ده لو جاوبناه الحلقه هتخلص، فانا حبيت كده ايه هنقول بوينت صغيره كده من الحاجات اللي بتميز مشروعاتنا. الحاجات اللي بتميز مشروعاتنا في حاجات ممكن يحسها الكاستمر وفي حاجات مش هيحسها. الحاجات اللي بيحسها الكاستمر هو اول حاجه تميز الاراضي بتاعتنا كلوكيشن، لان دي انت ممكن تشتري 100 ارض، بس ان انت تشتري ارض في مكان مميز ده اللي بيخليك تعرف تبيع المشروع من قبل ما تطرحه اصلا. صحيح. فتميز الارض وتميز اللوكيشن بتاعها دي من اهم حاجات اللي بتميز مشاريع جبال. ما بنخشش في اي مشروع الا الاماكن المميزه فقط. تاني حاجة التشطيبات بتاعتنا. احنا اللي بنشطب كل حاجة بنفسنا، ما بنجيبش حد من بره يشطب. تصميم الواجهات كله عن طريق احنا زي ما نشوف في الصور. حتى شايف تصميم الواجهات، انا بس بقطع حضرتك، تصميم الواجهات حلوة جدا يعني، من الحاجات الجميلة دي. ما انا بقول لحضرتك لدرجة ان هي اصبحت اصلا لاند مارك في الاندلس. يعني الناس دلوقتي لما بتتقابل حتى كمقاولين او حاجة هنتقابل عند عمارة جبال الزرقاء، فالموضوع اصبح لاند مارك بسبب تميز الواجهه. بالظبط. بيفرق سواء المدخل او الواجهه او الحاجات جداً دي، بتفرق جدا. وبيفرق كمان لما انت عميل بتيجي تتعاقد على 3 دي تشوفه في الواقع زي ما هو. طبعًا. لان في ناس كتير فعلا بتعمل ديزاينز حلوه جدا لل 3 دي، مش احنا بس اللي بنعرف، السوق مليان كتير الناس بتعرف تعمل 3 دي مميز، لكن المشكله في صعوبه تنفيذ 3 دي ده وتوصيله لنفس المنتج بكواليتي كويسه. تمام. زي ما بقول لحضرتك في حاجات العميل بيحسها وحاجات ما بيحسهاش. اللي بيحسها دايما في كلمه شائعه لما كنا زمان بنخش اي مكان نشتري فيه شقه، لما بنبتدي فيه تشطيب كعميل يعني بيقول لا انا هغير الكلام ده عشان التشطيب ده تجاري، الكهرباء دي تجاري، المحاره دي تجاري. تشطيب مقاولين بيقول. مقاولين. احنا ما عندناش بقى الكلام ده. احنا عندنا التشطيب احنا اللي بنعمله، فالبورد ميمبرز بتوع الشركه كلهم مهندسين مدني،
فاحنا ما بنسمحش ان احنا نشوف حاجه عينينا نفسها مش قبلها. يعني انا لو انا عميل وبقول لحضرتك يعني انا مش بحب التشطيب السوقي زي ما بيتكلم زي ما الناس بتتكلم مزبوط. يعني لكن انا عايز اعرف مثلا الماده اللي انت عامل السلك اللي انت عامله ده نوعه ايه؟ سلك الناس يعني بالاكتر الكهرباء والسباكه يعني اكتر مزبوط. حاجه مزبوط. اقدر تقول لي مثلا ده نوعه كذا ده طبعاً. كذا طبعا ممكن يطلب تغيير حاجه يا فندم ولا هرد على حضرتك في النقطه دي. احنا عندنا في كل عقد لما بنيجي نعمله العميل بيشوف البلان بتاعه تمام. البلان بتاعه اللي هو عايز يغير فيه اي حاجه ساعه التعاقد او حتى قبل الانشاء بنعمل امر تعديل عندنا في الشركه وبيفضل محفوظ في الفايل بتاعه بحيث ان الاداره الهندسيه قبل ما تبتدي في الكونستراكشن بتاع الوحده دي بتجيب كل التعديلات بتاعه العملاء علشان ياخدوا في اعتبارهم وهم بيبنوا ما نقعدش نكسر تاني بعد ما نبني. فاي عميل بيغير في وجه في الشقه بتاعته طبعا بما يتناسب مع الحاجات الانشائيه يعني مش هيتعرض مع حاجه انشائيه او معماريه تغير في الواجهه او تغير في اعمده تغير في كاميرات بتتاخد في الاعتبار وتتعمل على طول. وزي ما قلت لحضرتك موضوع التشطيبات بتاعتنا ان احنا اللي بنعمله ده من اكتر الحاجات اللي خلت العملاء لما تيجي تستلم الشقه بتاعتها تعمل معانا عقود تشطيب لان هم شافوا الحاجات اللي احنا عاملينها اللي ممكن تتسلم بماتيريالز اردق من كده بكتير لا احنا صارفين عليها ومكلفين عليها ومسلمينها على الوجه الاكمل. فلما احنا هنشطب لك بقى الانتيريور بتاعك الشقه بتاعتك الموضوع هيبقى مختلف تماما عن اي حد تاني هتجيبه من بره. احنا طبعا انا يعني بستاذن حضرتك احنا معانا برضو الفيسبوك صفحه الفيسبوك الخاصه بشركه جبال واللي حابب يتواصل معاهم برضو هيلاقي عليها الاعلانات ويلاقي عليهم التصميمات المختلفه. وانا مره تانية بحيي اللي عامل التصميمات يعني الله يكرمك تصميمات جميله يعني الله يخليك. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على المساحات والاسعار وحاجات كده لكن النهارده انا عايز اكلم حضرتك على فكره لو انا عايز اسكن في التجمع يعني هل ممكن في حد من الشركه يفرجني على الثلاث اماكن المختلفه لو انا عايز اعمل زياره وعايز اتفرج وكده؟ طبعا احنا الموضوع ده متاح عندنا بشكل يومي في عربيات من الشركه بتتحرك مع العملاء توريهم الاماكن كلها في الاندلس وفي البيت الوطن وفي النرجس ودلوقتي كمان مؤخرا بقينا بنروح العاصمه لان خلاص احنا العاصمه هنبتدي فيها النص الثاني من السنه دي هنبتدي يعني استلمنا جوابات الحفر فهنبتدي فيها كونستراكشن خلاص. فديلي في عندنا زيارات يوميه للمواقع للثلاث مواقع وللعاصمه كل يوم برضه فطبعا ده متاح ما فيش اي مشكله خالص. طيب. تمام لو هنروح للعاصمه عندنا ايه في العاصمه؟ عندنا حاجات كتير حلوه. عندنا توين تاورز دي موجوده على الجرين ريفر بالظبط وعندنا بنتكلم على مول بنتكلم على تجاري اداري تجاري واداري تجاري واداري مظبوط. ده هيبقى 3 بيز من تحت الارض و14 دور وعندنا التاور 10 ده هيبقى 2 بيز من تحت الارض و10 ادوار دول يعني نسبه المبيعات بتاعتهم خلاص يعني تعتبر احنا بنقفل الدنيا خالص. التصميم احنا داخلين برضو مع شركه اسمها هورايزون هي اللي عامله الديزاين المبنى من بره وزي ما قلت لحضرتك الميزه عندنا ان احنا البورد ميمبرز مهندسين فاحنا نفسنا كنا بنعمل تعديلات عليهم لحد ما وصلنا للشكل الكامل للمبنى ده اللي بيحقق كل الاشتراطات لان برضو العاصمه نفسها ودي من الحاجات المميزه جدا في العاصمه الاداريه اللي هتخليها فعلا من المدن الذكيه اللي هي مدن الجيل الرابع ان هي فرض اشتراطات على كل المباني اللي هتتعمل هناك. الموضوع مش مجرد اي حد مقاول يخش يبني اي حاجه شكلها اي حاجه من غير اشتراطات لا ما حدش هيروح يبني مول هنلاقيه في الاخر عماره خالص ولا تشطيب ولا الكتروميكانيكالز ولا مستحيل لان هي عندها سبيكس في كتاب سبيكس كده لازم هي بتستلم منك في غرامات وفي عدم استلامات وفي مش هتدخل لك مرافق لو خالفت اي حاجه من الكلام ده خالص. فده بيطمن حتى العملاء ان انت في رقابه على كل الناس اللي داخله سوق العاصمه ان انت مش كل واحد معاه فلوس وبيعرف يبني يخش يبني لانه في الاخر منظر واحد. انت لو حضرتك بصيت دلوقتي لو مسافر من فوق العاصمه هتلاقي المنظر من فوق مستحيل يكون في حاجه رديئه مستحيل حي الوزارات واي حي حتى الكومباوندز اللي معموله ومبنيه دلوقتي كلها ماشيه على طراز واحد. فكره العشوائيه وكل واحد بمزاجه وانا مزاجي اعمل الواجهه خضراء وده يعملها زرقاء وبتاع ما ينفعش خالص. تماما ونسبه تحميل الارض بتاعتك اهي انت هتبني على 30% منها والباقي لاندسكيب ده بيخلي طبعا العميل واثق ان انت عمرك ما هتقوم ايه باني على 60% وتدفع المخالفات والكلام اللي كان بيحصل قبل كده. الكلام ده خالص نهائي مستحيل مش هيسلموك اي حاجه. ايه الالتزامات بتاعت بخصوص مواعيد التسليم بالذات في المشروعات اللي في العاصمه الاداريه؟ طيب والتاخير لو في حصل تاخير بالظبط. خارج العاصمه كان طبعا العميل هو الوحيد اللي بيبقى ليه حق يرجع لنا لو حصل اي تاخير والحمد لله من ساعه ما بدانا ده ما حصلش خالص لان العميل بيستلم وحدته قبل
معاد التسليم بتاعه. كان في بس مشكله ساعه فتره الكورونا ان الجهاز واقف شويه مرافق، والحمد لله دي خلصت، يعني دي كانت حاجه تبع الدوله مش تبع اي شركه، وده كان واقف على كل المطورين يعني مش على شركه جبال بس. لكن بعد انتهاء المرحله الازمه اللي فاتت دي خلاص الجهاز فتح باب المرافق، والحمد لله دخلنا كل المرافق في 80% من المنشاه بتاعتنا في التجمع. لكن النقطه اللي كانت مطمئنه لكل الناس اللي بتشتري في العاصمه هي ان العاصمه شركه العاصمه نفسها لازمه المطورين نفسهم بمواعيد تسليم. فما بقاش العميل هو اللي هيجري وراك يقول لك انت ما سلمتش ليه، انت ما حفرتش ليه، لا هو عارف ان في شركه ام فوق هي اللي ضغط على كل المطورين وماضيه معاهم التزامات وماضيه معاهم غرامات تاخير لو حصل اي تاخير في تسليم المنشاه. يعني ببساطه يا باشمهندس ان انا لما اجي بشتري من حضرتك كمطور في العاصمه الاداريه انا كاني بشتري من شركه العاصمه الاداريه من الدوله نفسها بس من خلال حضرتك. مظبوط. تمام. فالدوله هي المسؤوله قدامي ان هي المشروع يكمل وما فيش حاجه اسمها اصله تعثرنا اصل عندنا مشكله لاي حد في العاصمه طبعا مش مزبوط. مش بس جبال. بالظبط. فدي حاجه بتدي ثقه اكتر للعميل. مظبوط. لان لو حصل اي تاخير خلاص يعني الموضوع خلاص في حاجه في جهه رقابيه عليه. لان كان في ناس ممكن تسلم في التجمع مثلا معادها تسليمها مثلا 2019 يسلم في 2022. ما فيش حد هيقدر يقول له ليه، العميل بيضغط بس هو اخر ضغطه ايه. طيب ده عن التاخير والالتزام بالمواعيد، عن الاشتراطات بقى اللي حطيتها العاصمه الاداريه في الكيلوكو كمطورين في التسليم والشكل وكل حاجه. العاصمه عامله زي ما قلت لحضرتك سبيكس كامله لكل حاجه. ندي اكزامبل صغير نفهم بيه الموضوع. مثلا التاور مثلا التوين تاورز بتوعنا ليه احنا عاملين 3 بيزمنت؟ ممكن نعمل 2 بيزمنت، ممكن نعمل بيزمنت واحد والباقي ده نستفيد بيه تواري ونبيعه باغلى من كده بكتير. لا، هي العاصمه مثلا قايله ان عدد الباركينجز في كل مبنى يتناسب مع عدد الموظفين او عدد المكاتب الاداريه وعدد المحلات التجاريه اللي هتبقى موجوده، فهي نسبه وتناسب. المبنى عندك كم دور، في كم مكتب، في كم محل، يبقى نسبه السكان بتاعته هتبقى كذا او نسبه الاشغال بتاعته هتبقى كذا، يبقى احنا هنعمل عدد باركنجز كذا. وده كمان زاد معانا لان احنا عندنا في التوين تاورز احنا عندنا طبعا في كيانات كبيره شاريه مننا، من مثلا من ضمن الكيانات دي اللي هو نقابه المهن الطبيه. دول واخدين شاريين مننا كاش، يعني واخدين دور كامل كاش. طيب دول بيجي لهم حوالي 800 ألف دكتور في السنة عشان يجددوا الكرنيهات بتاعتهم بتاعت النقابة، بيجوا مرتين. 800 ألف دكتور في السنة لما يجوا مرتين يبقى بنتكلم في حوالي 1,600,000 زيارة. دول الباركينجز بتاعهم فين؟ الأسانسيرات. هو ألزمك اللي انت تعمل 6 أسانسيرات بسرعة معينة بكاباستي معينة، فهو بيتدخل معاك في كل حاجه، داخل في الحاجات لازم. مش هينفع يخليك تعمل توين تاورز بكل الكلام ده وتحط مثلا اسانسير واحد، يعني مش عندنا هينفع. عندنا المول او البرج بيبقى كام دور؟ 14 دور. ده يعني مش كل الابراج زي بعض طبعا. انا فاهم. احنا عندنا البرج بتاع توين تاورز دول الواحد 14 دور، دول 14 و14 جنب بعض. بالظبط. تمام. والجديد برضو نفس الكلام 10 ادوار. 10 ادوار. بالظبط. تمام. لكن هي كلها المنطقه في الداون تاون صح كده؟ داون تاون مظبوط. وان شاء الله في حاجه تاني قريب هنعلن عنها قريب جدا، هتبقى مفاجاه كبيره جدا يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا فكره برضو ان يعني حضرتك موجود في الداون تاون، وفكره الداون تاون نفسها بتشوفها ازاي؟ ان يبقى في مكان هو مخصص للابراج ومخصص للطبي والاداري والتجاري، والعاصمه محوطه بمشروعات كتير زي المونوريل، زي على بعد خطوات من القطار ال ار تي القطار الكهربائي، زي قربه من الحي الحكومي. ده بتشوف ان المشروع بتاعك يستفيد ازاي من ده؟ بص انا هقول لحضرتك الحاجه، انا قعدت 4 سنين في دبي. تمام. انا ما نزلتش مصر غير لما الموضوع بقى فيه عاصمه اداريه. لان انا فعلا حسيت ان هو هيبقى جزء من دبي كل تفاصيله بابراجه. انا اشتغلت في الايكونيك تاور. لو كان العاصمه اكبر من دبي يعني كتير. يعني دبي يعني مثال صغير من من العاصمه. فالاستفاده من الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي هتبقى واضحه جدا ومميزه جدا. وخد بالك هو العاصمه فيها اماكن كتير مميزه، بس هي العاصمه كلها جوه مصر هي كلها مميزه. صحيح. يعني هي جواها اماكن مميزه، الحي الدبلوماسي، الجرين ريفر، الداون تاون، كل ده مميز، بس هي كلها على بعضها هي بقت قطعه مميزه في مصر. صحيح. بس طيب عايز اسال حضرتك عن اللي بينفذوا المشروعات بتاعه الشركه. مين بقى مسؤول؟ مثلا احنا حضرتك كنت بتتكلم ان احنا بنعدل كل شويه في الديكور، لان احنا معانا تيم مهندسين هم اللي شغالين معانا. مظبوط. اللي بيشرف بقى على كل التيم ده كله عندنا او اللي بينفذ يعني. الفرق ما بيننا وما بين المطور العادي، المطور ممكن يسند الاعمال دي لحد خارجي.
تمام. تمام، وبالتالي بتكون الرقابه اقل شويه، ولو بالذات هو كمان مش فاهم في الحته دي بتكون الموضوع متروك للي بيعمل الموضوع ده. احنا قررنا من حوالي 4 سنين احنا نعمل تيم اداره هندسيه متكامل، في ميكانيكال الكتروميكانيكال كامل، في انتيريور ديزاين، في معماري، في انشائي، في تنفيذ، في ديكوريشن، في كل حاجه. عندنا اكتر من 44 مهندس. فالموضوع بقى بتاعنا كاننا شركه مقاولات جوه شركه مطورين، فده بيسهل علينا ان اي حاجه احنا اللي بنعملها، ما بنحتاجش حد خارجي. حتى تم التعاقد على محطه خرسانه مركزيه هنعملها في العاصمه، وتم التعاقد على الماكينات بتاعه طوب، مصانع الطوب، وهنشتري وهنعمل مصنع طوب في العاصمه، بحيث ان كل حاجه تبقى تمويل ذاتي مننا، ما نحتكش بالسوق، ما نحتكش بكواليتي اي حاجه خالص، كل حاجه خارجه من عندنا احنا. تمهيدا لمشاريع العاصمه طبعا، لان ده احنا النص الثاني من السنه هنبدا فيه، فلقينا ان احنا لا احنا هنشتري ليه، ما احنا نجيب من عندنا. فاحنا بنحاول ان احنا نخلي كل حاجه تكون موجوده عن طريقنا احنا، وده بيسهل كتير. لما العميل بيجي يقول مثلا احنا ممكن لما نروح اي مطور انا عايز اعمل التعديل في الشقه دي، طيب هتسيب لنا الطلب بتاع حضرتك مثلا ونرد عليه خلال 10 ايام؟ ده احنا بترد عليك وانت قاعد، لان احنا بنجيب حد من التيم الهندسي، اتفضل عايز يعمل التعديل ده، مقبول، تمام، يرفق، يختم، خلاص الموضوع يبقى كده اتعمل. بتبقى حلوه لما يبقى المكان كله هو بيخدم على العميل، مش محتاجين ان احنا نروح اماكن تانية او ادارات تانية. فكره ثقه الناس، يعني كم حد من اللي اخذ معاك في التجمع وتعامل معاك اتعامل معاك برده في العاصمه؟ والله بص، هو احنا عندنا مميزات في كذا حاجه، هي دي اللي بتخلي فعلا اللي يخش ما يطلعش. موضوع البيمنت بلان، موضوع مصداقيه التسليمات، موضوع التحميل. موضوع التحميل ده مهم جدا. كتير جدا من الناس تتعاقد على حاجه وبعد ما تستلمها تلاقي نسبه التحميل مختلفه عليها جدا على اللي اتعاقد عليها. طب ايه اللي يضمن نسبه التحميل؟ ايه اللي يضمن لي ان نسبه التحميل هي اللي انت بتقول عليها؟ في نسبه تحميل عادله اللي هي معروفه في السوق المصري كله. بس ممكن عادك تشرح نسبه التحميل يعني ايه؟ نسبه التحميل دي اللي هو انا مثلا شاري شقه 150 متر، تمام، ومتعاقد عليها ودافع فلوس 150 متر في سعر المتر كذا، اداني اجمالي كذا، تمام. لما هروح هقيس الشقه بعد ما استلمها هلاقيها كم متر؟ هلاقيها 150 ولا هلاقيها 140 ولا هلاقيها 120؟ تمام، دي كده نسبه التحميل. احنا المفروض نسبه التحميل العادله تبدا من 20%، من 20 ل 25% ده في التجمع. 25% دي نسبه عادله، لكن انا ممكن واحد يبيع لي شقه ان هي 200 متر بروح الاقي 100 متر في الاخر، يبقى خد مني 50%. هي دي بقى المشكله. والمشكله ان انت بتكون ساعتها شاري بسعر قليل، ده اللي بيعمل كومباريزون في السوق ما بين الاسعار. انا مثلا ببيع السعر المتر ب 1000 جنيه، في حد غيري بيبيعه ب 800 جنيه وبس. يجي بقى تلاقي نسبه التحميل انا عندي مثلا 22%، هتلاقي عنده هو 35%. فدي لازم العميل يتثقف فيها شوية. لازم يهتم أنا كعميل أعرف إزاي، يعني أطلب منه إيه عشان يحدد لي نسبة التحميل الصحيح؟ أولا دي بتكون مكتوبة في العقد، نسبة التحميل مكتوبة في العقد. ثانيا تطلب بلان الشقة. بلان الشقة أنت بالنسبة لك شاري شقة 150 متر، يعني لما هطلب من حضرتك بلان الشقة أو في العاصمة البلان بتاع المحل اللي أنا مشتريه أو المكتب أو كذا وكذا، يجي لك فول دايمنشنز أنت بتقيسها وأنت قاعد بقى. ودي كام سنتي والطرقة دي كام سنتي وكل حاجة. طبعا بتعمل لها يعني بتمطرها وأنت قاعد قبل ما تكتب العقد، بتمطرها وأنت قاعد وبنمضي عليها استلام، بحيث إن هي دي اللي أنت هتستلمها بالظبط، ما فيهاش ولا متر. يعني طبعا بيبقى فيه 5% 4% بلس اور ماينس بعد الكونستراكشن، لكن ما ينفعش ان انا الاقي مثلا ايه 20 متر طايرين من الشقه بتاعتي. نسبه التحميل بقى بتختلف في المناطق، يعني مثلا حاجه زي العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه بتلزمك ان انت تبني على 30% من مساحه الارض. فبالتالي ده لازم يحمل على العميل، لان انت لو عندك ارض مثلا 1000 متر هتبني على 300 متر بس. ال 700 دول ايه؟ ال 700 دول فيهم اجزاء مشتركه العميل بيستفيد فيها، زي باركينج، زي لاندسكيب، زي اي حاجه هتتعمل في المسطحات اللي بره دي. فلازم العميل يحمل بالكلام ده، فبيبقى نسبه التحميل في العاصمه ازيد شويه من التجمع، من 30 ل 33%، وده لازم يكون العميل عارفه وبيبقى عارفه هو شاري. هل بالنسبه للعاصمه لما انا يعني اخد عند حضرتك يعني وحده في المول التجاري، لو انا عايز اشتري باكيه في يعني اركن فيها العربيه او كده، ده متاح ولا هيبقى خدمي؟ افيلبل طبعا. افيلبل، في افيلابيلتي للملاك وفي افيلابيلتي للزبار. معمول حسابه طبعا، ما هو ده اللي بقول لحضرتك الاشتراطات العاصمه. ما العاصمه مش هتدي للي شغالين في المكان وتخلي الناس الفيزيتورز بره يركنوا في الشارع، فلازم بيعمل حساب الموظفين اللي موجودين في المكان، بلس زي ما بروح اي مول بيبقى معمول حساب الناس اللي جوه المول والفيزيتورز. طيب احنا خلاص خلصنا المشروع بتاعنا والناس كلها استلمت، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده المفروض الموضوع ده بيسند لشركه خارجيه
فاسيليتي هي اللي بتدير الموضوع ده. تمام؟ ازاي بقى يا فندم؟ احنا قررنا بقى من سنتين ان احنا نعمل جبال فاسيليتي مانجر، دي الشركه المختصه باداره المشاريع بتاعتنا بعد التسليمات، بحيث احنا اللي عاملين الكلام ده واحنا اللي تعبانين فيه واحنا اللي بادئينه من الزيرو، فمش هينفع ان احنا ندخل حد يديره يبقى وصلنا كل المجهود اللي احنا عملناه. صح. فلقينا ان احنا انسب ناس هندير الموضوع ده بالستاف بتاعنا، زودنا الستاف وعملنا شركه منفصله وهي دي اللي هتدير المشاريع بتاعتنا. طبعا كل عميل بيدفع مع العقد بتاعه في وديعه صيانه، وديعه صيانه بتدفع مره واحده بس بالاتفاق. الوديعه هي دي اللي بتفضل تصرف على المبنى في كل الصيانات بتاعته. تمام. تبقى في العقد في البدايه خالص بتدفع مره واحده، لا بتدفع عند الاستلام، بتدفع عند متعرف الاستلام، متعرف عليها عند الاستلام في حدود 10%، لكن هي بتبقى موجوده في التعاقد بتاع اول مره، لكن بتدفع في الاخر خالص عند الاستلام. عند الاستلام. لكن هي دي بقى الوديعه اللي العميل بيريح دماغه من كل حاجه. والله احنا بقى عندنا اداره مختصه بكل حاجه، الاسانسير فيه مشكله، اللمبه الفلانيه فيها مشكله، كل حاجه فيها مشكله اختصاصاتنا، ومحدش هيخاف على حاجه اكتر من اللي عاملها. فلقينا ان احنا بدل ما نسند الموضوع ده بره، لا خلينا ده كمان يسند الينا علشان يبقى العميل حاسس ان هو ايه في بيته، هو اللي عمل له الحاجه هو اللي هيغيرها له، فده بيطمنه اكتر يعني. فحضرتك بتدير المشروعات. طب لو انا عاوز يعني، انا اخدت مكتب ولا اخدت محل وبتاع، لكن انا مش شاطر في موضوع ان انا اجر الحاجه ومش هستخدمها دلوقتي، هل في من خلال الشركه حاجه زي كده لتسويق؟ طبعا احنا بقى شاطرين في الكلام ده. يعني احنا بالنسبه لنا العملاء حتى في التجمع اللي شاري عشان استثمار، العميل بيبقى واضح من الاول ان انا شاري دي استثمار ولا شاريها لابني عشان يتجوز فيها. فطبعا اللي شاريها عشان استثمار بيبقى مقلق، حاطط رجل ورا ورجل قدام، سعر مترها هيعلى ولا لا، طب حتى لو عالي طب انا هعرف ابيع ولا لا. احنا بنطمن العميل من الحته دي تماما، وبنقول له عايز تعمل لها ريسيل في اي وقت هتجيلنا، الموضوع بالنسبه لنا مش هياخد اكتر من اسبوع، الوحده بتاعتك هتريسيل، الكوميشن بتاعنا هيتاخد، فلوس حضرتك هترجع لك بلس الزياده اللي حصلت في سعر المتر. وده برضو في العاصمه احنا بالنسبه لنا هنعرف نبيع بالمصداقيه بتاعتنا. فمش هنطول زي ما حضرتك هتطول. فالعميل طبعا لا هيحس بالاستقرار في الموضوع ده. فحضرتك ممكن تاجر لي او تبيع لي، وطبعا وين وين اللي هي يعني انت حضرتك كسبان كشركه وانا كسبان طبعًا يعني. طبعا طبعا. ايه خطه يعني في الاخر كده حابين نعرف من حضرتك ايه خطه جبال او هولم جي دي الفتره اللي جايه؟ ناويين على ايه؟ ان شاء الله يكون لينا كذا فرع في كذا دوله عربيه، وريدي احنا بدانا في الخطوات دي. ودي من ضمن الاخبار برضو اللي قلت لحضرتك عليها ان احنا نسمعها قريب، ان احنا في فرع قريب هيفتح في دوله عربيه ان شاء الله. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ الباشمهندس محمد عبد العظيم مدير مشروعات جي دي هولدنج وجبال، شكرا لحضرتك على وجودك معنا، شرفتنا جدا. شكرا. جدا نورتنا جدا، ومزيد من النجاح لشركه جبال، واحنا متابعين مشروعاتكم باستمرار ومزيد من النجاح. منتظرين حضرتك ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم يوم الاثنين اللي جاي وحلقه جديده وصباح النور.